الغلطة اللي من أغلى الناس مقصودة بأكبر رحابة صدر، لابد تقبلها حتى ولو كانت الأحزان موجودة لكبرت المشكلة. ربك يسهلها وإن غثك صويحبك وازداد بصدوده، تذكر محمد الصحبة من أولها لعد تدور على عيبه ومنقوده، فالناس فيها عيوب ولن تجاهلها يا أخوي. لا صارت الغلطات مرصودة، تبحث عن أحباب قلب ولا تحصلها، صاحب المحترم لا تبحث سدوده، وإن زل زله بسيطة لا تسجلها، العاقل اللي بضيقه يمسك حدوده، والناس والعالم بطيبة يعاملها، الناس للناس والأفعال مشهودة، وأخبارها تصل ومكثر وسائلها، مالك غنى عن رجال الطيب والجودة، تارد وتروى من عذوبته مناهلها، الجود خله علامة فيك محمودة، والجود قمة عظيم الناس ياصلها، والبخل راجيك لا توافق على بنوده، مكانتك من قلوب الناس ينقلها، ودعوة الخير مطلوبة ومنشودة، وكلمة الطيب صح لسان قايلها.